ومعلومات أكثر من أحمد زهير الرجوب، محاضر ومختص في مجال الذكاء الصناعي والروبوتات، هو معنا من الهند. صباح الخير. صباح الورد، تخيل. أهلا بك، عرفنا أكثر عن تقنية شات جي بي تي، رغم أنه هي الأشهر حاليا، ولكن لسه عند البعض كثير من التساؤلات أنه كيف يمكن أن نستخدمها. صباح الخير سيدي لكم ولجميع اللي بيتابعونا من خلال شاشتكم الكريمة. بداية اسمح لي أتشكركم على تجديد الاستضافة وعلى اهتمامكم الدائم والمستمر بطرح أهم المواضيع اللي بتخص علوم الحاسب الآلي. شكرا. حقيقة اليوم عندما نتحدث عن تطبيق الشات جي بي تي، بوجهة نظري وجهة نظر الآخرين، أنه لربما هو التطبيق الأهم اللي قدمته الثورة التكنولوجية الأخيرة أو الثورة الصناعية الأخيرة، اللي كانت عنوانها إذا ما صح التعبير هو الذكاء الاصطناعي. اليوم عندما نتحدث عن تطبيق الشات جي بي تي، نتحدث عن تطبيق توليدي قادر على إنشاء محتويات جديدة غير موجودة سابقا. حتى نوضح سيدي للمشاهدين المقصود بالشات جي بي تي، بالوضع الطبيعي لما بنستخدم الجوجل على سبيل المثال للبحث عن أي معلومة، فالجوجل بيبحث في الديتابيس أو مراكز المعلومات عن أي محتويات شبيهة بالكلمة المفتاحية اللي إحنا بحثنا عنها. صحيح. فبالتالي كل النتائج اللي بتظهر لنا نتيجة بحث جوجل هي معلومات أوريدي مخزنة في قواعد البيانات السابقة. ولكن لما نتحدث عن الشات جي بي تي، هو قادر على أنه يخلق محتوى جديد مش موجود سابقا في أي قاعدة بيانات سابقة، وقادرين أيضا أنه نتفاعل بحيث أنه النتيجة اللي بتظهر لنا قادرين أنه إحنا نطلب عليها تحسين، نطلب تعديل، نطلب whatever. وهو قادر هذا التطبيق باستخدامه لخوارزميات الذكاء الاصطناعي على أنه يقدر يفهم اللغة اللي مطلوبة منه المحتوى، وأيضا قادر على خلق محتويات جديدة بناء على ما يتم طلبه من خلال هذا البرنامج. وهو يدعم طبعا اللغة العربية، يمكن الناس عم تسأل عن هذا. أكيد. الموضوع أكيد. طيب نعم. شو الميزات أو الإمكانيات اللي بتقدمها هذه التقنية؟ يعني أنا مثلا في البيت أو في العمل شو ممكن استفيد من شات جي بي تي؟ سيدي، صار الآن في كثير من حديث حتى عن هل الشات جي بي تي حيكون مكان الإنسان. يعني إذا كان في دراسة أو نقطة أثيرت للجدل قبل أقل من شهر، في بريطانيا كان في عندنا حالة مرضية لطفل، ما قدر 17 أخصائي أنهم يحددوا المرض لهذا الطفل، فقامت والدة هذا الطفل بإدخال النتائج التحاليل والأعراض وإلى آخره، واستطاع شات جي بي تي أن يحدد المرض الذي يصاب به الطفل، والذي لم يستطع الأطباء. بالضبط سيدي، استطاعت شات جي بي تي تشخيص المرض في حالة أنه 17 طبيب ما قدروا أنهم يشخصوا. هنا الآن سيدي بنشوف أنه الشات جي بي تي راح يكون حاضر في جميع المجالات، في جميع التخصصات، سواء كنا إحنا في أي مجال، فالشات جي بي تي قادر على خلق محتويات جديدة، ولكن تبقى هنا فكرة أن يعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان، وأن لا يتم توكيل جميع المهمات. صار الحديث مؤخرا لربما عن بعض الأشخاص الذي قاموا بإنتاج محتويات كاملة من خلال مثل هذه التطبيقات ونسبها إلى أنفسهم، وهذا يتعارض لربما أيضا مع المنظومة الأخلاقية. ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث بالطريقة الأكثر فاعلية لاستخدام مثل هذه التطبيقات، أن تكون تعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان مهما كان التخصص، أن يستفيد منها ويفعل استخدامها في تخصصه، حتى يعزز من تحسين الأداء، من زيادة الإنتاجية، من توفير الوقت والجهد والمال، وتكون هنالك علاقة تفاعلية ما بين الإنسان ومثل هذه التطبيقات. طيب قد يتساءل أحدهم الآن أنه على ماذا يعتمد؟ يعني هلأ مثلا طالب عم يسأل أي سؤال، شات جي بي تي من أين استسقى معلوماته؟ هنا سيدي الأهمية في استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الآلية التي يعمل عليها مثل هذه التطبيق تقوم في البداية على وجود ديتابيس أو وجود قواعد بيانات كبيرة جدا، يتم دراسة هذه القواعد البيانات والخروج بما نسميه بمودلز أو بقواعد، يتم إنتاج محتويات جديدة بناء على هذه القواعد. فبالتالي عندما نتحدث عن هذا التطبيق، هو يقوم على ما يقوم عليه الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة البيانات وتحليلها واكتشاف الأنماط الموجودة فيها، ومن ثم ابتكار وإنتاج محتويات جديدة. وعليه فإن النتائج سيدي التي نحصل عليها في مثل هذه التطبيقات تعتمد بشكل رئيسي على عاملين رئيسيين. العامل الأول، كلما زادت كمية البيانات التي يتم دراستها واستخراج الأنماط منها، كلما زادت فعالية النتائج التي نحصل عليها. وفي النقطة الثانية، كلما زادت قوة هذه الخوارزميات التي يتم استخدامها في دراسة هذه البيانات، وكلما كانت أكثر فاعلية ومجربة بشكل أكثر، كلما كانت النتائج أيضا تقدم بشكل أفضل وأكثر دقة. طب في حال شخصين من مكانين مختلفين بالعالم سألوا نفس السؤال،
هل سيحصلون على نفس الإجابة من تشات جي بي تي؟ لا لا سيدي، تشات جي بي تي قادر على أن يخرج نتائج مختلفة، وأيضا كما أشرت سيدي في حال أنك حصلت على نتيجة تستطيع طلب إعادة صياغة النتيجة، تستطيع طلب إضافة نقطة معينة، محو نقطة معينة. البرنامج تفاعلي بشكل كبير جدا، بحيث تستطيع أن تسأل وتجيب، وكما أنك تسأل شخص مختص في هذا المجال. لو عرض لك نتيجة معينة، لو على سبيل المثال طلبنا منه كتابة إيميل إلى رئيسي في العمل لطلب إجازة وكتب هذا الإيميل، ثم أردنا إضافة نقطة أن تعديل أيام الإجازة لتكون في الأسبوع القادم سيعيد الصياغة، أن سبب الإجازة على سبيل المثال ليست مرضية وإنما عائلية سيعيد الصياغة. فبالتالي نحن نتحدث عن برنامج تفاعلي، ولو كتب الشخص النتيجة لم تعجبني أعد المحاولة مرة أخرى، سيقوم بإعادة الصياغة مرة أخرى. فبالتالي برنامج تفاعلي قادر على أن يكون خلاق بدرجة كبيرة جدا. جميل. طيب، ذكر التقرير بعض التطبيقات التي ظهرت بعد شات جي بي تي، نتحدث عنها ونتحدث عن اختصاص كل تطبيق لو سمحت. سيدي، الفكرة الرئيسية في تشات جي بي تي هي خلق محتويات جديدة بناء على قواعد البيانات، وعندما نتحدث عن تشات جي بي تي نتحدث عن المحتويات النصية المكتوبة. بشكل مشابه تماما تم إنتاج العديد من البرمجيات التي تقوم على خلق محتويات جديدة، ولكن قد تكون على شكل صور، قد تكون على شكل فيديوهات، قد تكون على شكل على سبيل المثال عروض تقديمية، قد تكون whatever شكل هذه الخدمات أو شكل هذه لربما النتائج التي يحصل عليها تكون متطابقة مع ما يتم عمله في هذا البرنامج. فظهر العديد لربما مئات البرامج. أعطينا أمثلة. نعم، يعني أحمد أنت ماذا تستخدم؟ سيدي أستخدم العديد من البرامج، هنالك برامج قادرة على إنتاج مثل صور. أعطيني أسماء. في عندك برنامج على سبيل المثال جاما نستخدمه لإنتاج العروض التقديمية، موضوع الباوربوينت، موضوع العروض التقديمية موضوع يشغل بال الكثيرين ويحتاج إلى وقت وجهد كبير جدا لإنتاج مثل هذه الشرائح. الآن تستطيع إنتاج عرض تقديمي متكامل مدعوم بصور، مدعوم برسومات توضيحية، بكل ما تريد ذلك بخلال لربما أقل من دقيقة أو لربما ثواني، فقط إضافة الموضوع. يقوم هو من تلقاء نفسه بإضافة العناوين للسلايدات المتعلقة في هذا الموضوع، أو يعطيك الأحقية في كتابة العناوين لهذه الاستيدات، ومن ثم يقوم بإنتاج هذا المحتوى لك. هناك العديد من البرامج على سبيل المثال المتعلقة بالصور مثلاً، أفضل برنامج يستخدم حالياً لتعديل الصور. نريد أن نشير إلى نقطة مهمة جداً، بعض هذه البرامج تتيح للمستخدم إمكانية العمل والتعديل على هذه الصور وإنتاج صور من الخيال على سبيل المثال. لربما يمكن كتابة أريد أن أرى شكل مدينة معينة بعد 100 عام، فيقوم بإنتاج صورة لهذه المدينة على ما يتصور الذكاء الاصطناعي كيف ستكون هذه الصورة في السنوات القادمة. ولكن هنالك ملاحظة مهمة سيدي، ليست كل هذه البرمجيات تعمل بالمجان، هنالك بعض التطبيقات التي بحاجة إلى اشتراكات. كلما زادت الدقة، كلما زادت الخصائص المراد استخدامها في مثل هذه البرمجيات، كلما لربما زادت التكلفة أو أصبحت هنالك اشتراطات مالية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سيدي، البرامج التقليدية التي نتعامل معها على سبيل المثال برامج أوفيس مثل الإكسل، الوورد وغيرها، أصبحت اليوم يمكن إضافة الشات جي بي تي إلى مثل هذه البرامج ضمن شاشة المايكروسوفت وورد التي تكتب عليها، هنالك يمكن إضافة نافذة معينة للشات جي بي تي بحيث تستطيع يمكن أن يعدل لك مثلا الكلام الذي تكتبه، يمكن أن يعدل، يمكن يعيد صياغة، يمكن أن تسأله عن معلومة محددة ويجيبك. أيضا في المشاكل التي تواجهنا في مايكروسوفت إكسل، كتابة الفورمولا أو كتابة الصيغة المناسبة لإجراء عملية حسابية معقدة، أيضا هنالك يمكن إضافة الشات جي بي تي أو غيره من البرامج الذكية التي تستطيع سؤالها ما هي الفورمولا المناسبة لإجراء عملية رياضية وعملية حسابية وعملية إحصائية معينة، فيقوم بكتابة مثل هذه الفورمولا بطريقة جدا احترافية. سيدي، علينا أن ندرك أن العالم اليوم يتجه إلى مكان آخر، يتجه إلى وجود هذه التقنيات التكنولوجية في كل مكان. 100%. يعني إلى ذكرت من خلال حديثك عن التحديات الأخلاقية، يعني برأيك ما هي التحديات الأخلاقية التي قد تطرأ مع تقدم التقنيات أو تقنيات الذكاء الصناعي؟ نعم سيدي، كون الحديث عن قدرة مثل هذه
البرمجيات لإنتاج محتويات جديدة، فإن العامل الأخلاقي الأول هي الملكية الفكرية. هنالك ظهرت العديد من المشاكل أن الأشخاص يقومون بإنتاج محتويات على شكل ربما مقالات أو نصوص أو حتى أطروحات في الماجستير والدكتوراه ونسبها إلى أنفسهم، وفي الواقع هي يقوم البرمجيات المتعلقة بالذكاء الصناعي بإنتاجها. وهنا لابد أن يكون هنالك منظومة أخلاقية تضبط الحقوق الملكية الفكرية لمثل هذه التطبيقات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سيدي، أيضا نتحدث عن ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة من خطر وجود الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وأشار إلى أن لابد أن يكون هنالك ضوابط على مستوى دولي تحكم استخدام مثل هذه التطبيقات لإنشاء محتويات كاذبة أو مفبركة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي غير موجودة في الأساس. ولقد رأينا سيدي إذا ما أردنا التعريج بالحرب الأخيرة التي جرت في غزة أن الكيان نشر العديد من الصور المفبركة لقتل أطفال صحيح. وغيرها باستخدام وظلل حتى البيت الأبيض. نعم سيدي، استطاع أن يظلل العالم واستطاع أن يظلل، وهذا ما دفع البيت الأبيض إلى أن يعتذر عن تصريحات رئيسه بعدما ظلل بمثل هذه الصور التي نشرها الكيان. نحن نتحدث اليوم سيدي عن قدرة غير مسبوقة على إنتاج محتويات مرئية صوتية مسموعة مقروءة غير ذلك فقط من خلال توجيه هذه البرامج إلى إنتاج مثل هذه المحتويات، وبالتالي يصعب حتى على المختصين التفريق بما إذا كانت هي حقيقية أو تم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي. ختاما يعني ماذا تتوقع من الذكاء الصناعي في المستقبل؟ أو ماذا ترغب؟ سيدي ماذا أتوقع؟ أتوقع أننا سنرى شكلا آخر من جميع مجريات الحياة. أتوقع بأن الذكاء الاصطناعي سيدخل على جميع التفاصيل، سنرى أشكال جديدة من الخدمات غير موجودة سابقا، وحتى الخدمات التي ستظل تعمل سيدي ستعمل بأكثر حرفية بأكثر فاعلية بأكثر قوة. وهنا للأسف أنه لغاية اللحظة لا يوجد قوانين دولية تضبط استخدام مثل هذه التطبيقات سواء كانت في الخير أو الشر، وبالتالي فإن إذا ما استمرت عجلة التطور على ما هي عليه حاليا أعتقد باختصار أننا سنرى عالماً آخر. شكرا لك أحمد زهير الرجوب، محاضر ومختص في مجال الذكاء الصناعي والروبوتات، كنت معنا من الهند. حيا الله. حيا الله.